لتشكيل الاسبوع طبقا لرؤيه كابتن فاروق جعفر، معانا حارس المرمى محمود الغرباوي. كابتن فاروق يلبسك يقول اختيارك كل مره. محمود الغرباوي الداخليه، باك يمين باسم علي الاهلي، السيد فريد سموحه، ايمن اشرف الاهلي، اثنين مساكين، محمود منصور باك شمال الداخليه، اريك تراوري المقاصه، وعمرو السوليه من الاهلي الاثنين هاف ديفندرز، ثلاثه احتراس الحربه، اسلام عيسى جناح شمال، مصري عبد الله السيف في نص الملعب، أحمد أكري جناح يمين من سموحة، وناصر منسي أخيرا مهاجم الداخلية. متفق مع مين يا كابتن فاروق؟ مختلف مع مين؟ يعني هو الغرباوي حارس كويس، لكن الأسبوع ده عبد المنصف. تمام. محمود منصور أدى بشكل كويس، أيمن أشرف طبعا هو يعتبر نمرة واحد دلوقتي في المساكين في مصر. صحيح. أيمن أشرف. سيد فريد أدى المباراة كويس، والراجل بيستغله في الكرات الثابتة، بيلعب دماغه كويس جدا على المرمى، وباسم حالته كويسة ولازم نديله الدوافع. واحنا بنتكلم على اللقاء الجوله 20 ونديله الدوافع ان هو يكمل، يعني صحيح. مش الجوله 20 يكون صحيح. اللي جاي له ان شاء الله احسن. عمرو السوليه في تقدم في الاداء بشكل كبير. تراوري طبعا النهارده كمان بيعبر عن نفسه بشكل كويس جدا جدا، محوري في الاداء وبيهاجم، مش بيلعب ارتكاز يعني واقف في نص الملعب، لا بيكمل. صح. عبد الله سعيد لا خلاف عليه طبعا. عبد الله طبعا، عبد الله سعيد، اسلام طبعا عايزين نديله بردك دافع ان هو جاب من يعني من اللقاءات لسه قليله ولسه ما انسجمش مع لعيبه المصري، وقدر يجيب هدف في نادي الزمالك، دي هتكتب له في التاريخ. وبالرغم كابتن فاروق من خسر قامته، بس طلع وموجه وفتح عينيه. هو شجاع يعني، هو شجاع وعنده اراده جامده جدا. أحمد أكري وناصر منسي، يعني انا يعني الحته دي فيها لعيبه كويسه جدا، يعني في لعيب في سموحه اللي هو كان بيلعب في اشبال الاهلي. مين؟ ناصر ماهر. ناصر ماهر من افضل اللعيبه دلوقتي الموجوده في الحته دي بيلعبوا فيها. تمام. انا بس ناصر منسي، انا عندي وليد ازارو. وليد ازارو طبعا، وليد ازارو تحركاته فتحه مساحات كبيره للنادي الاهلي ان هو يجيب اهداف.